عاجل جدا، الرئيس السيسي يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن سد النهضة عن طريق روسيا. وعاجل جدا، وزير خارجية روسيا يرسل إشارة من مصر إلى تركيا. وعاجل، الجيش السوداني يوجه تحذيرا ناريا لإثيوبيا. وضربة مصرية منذ قليل ضد السفينة الجانحة إيفر جيفن، ننشر لحضراتكم بالتفاصيل. وضربة من الداخلية المصرية، وأيضا ننشر لحضراتكم بالتفاصيل في الفيديو. وتحذير خطير من الأزهر ضد داعش ومخطط إرهابي. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها ووطنيين. تعالوا نعرف تفاصيل أول خبر معانا وعاجل جدا. الرئيس السيسي يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن سد النهضة عن طريق روسيا. الرئاسة المصرية طلعت وأعلنت امبارح إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع وزير الخارجية الروسي لافروف تطورات العلاقات الثنائية والأوضاع الخاصة بسد النهضة. والمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال إن اللقاء شهد الحرص على تعزيز العلاقات والشراكة الممتدة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والتي تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصري عليها مؤخرا، والتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة. الرئيس السيسي أكد على استمرار مصر في وضع هذا الموضوع في أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، وذلك من خلال التواصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاثة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وشدد على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. والمفاجأة بقى أن وزير الخارجية الروسي اللي اسمه لافروف أكد أن روسيا ترفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل، ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الأمر، وأعرب عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار. وتتطلع روسيا إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار، فضلا عن مشروع محطة الضبعة النووية والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصاد المشتركة. كما تم مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية. وفيما يتعلق بمستجدات القضية الليبية، أشار الرئيس السيسي إلى الجهود المصرية قائمة لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا. وشدد في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي،
التي تساهم في تأجيج الأزمة للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل. ووزير الخارجية الروسي أشاد بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا نشوف مع بعض خبر آخر وعاجل. الجيش السوداني يوجه تحذيرا ناريا لإثيوبيا. كشف عضو مجلس السيادة السوداني عن استعداد جيش السودان لسحق كل من يهدد الأمن القومي، وأشار إلى أن السودان ستظل آمنة في أعناق القوات المسلحة التي تبذل الغالي والنفيس من أجل حماية السودان. أشار الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني إلى أن الجيش يتصدى بكل حزم لمن يزعزع وحدة البلاد وأمننا. وتابع العطا حسب وكالة الأنباء السودانية خلال لقاء له مع ضباط صف وجنود قيادة الفرقة الثالثة مشاه بولاية نهر النيل أن القوات المسلحة خارج الانتماءات السياسية. وأوضح ياسر العطا أن الجيش السوداني سيظل مع خيارات الشعب السوداني مع الحفاظ على أهداف الثورة المجيدة. وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. يعني بالسبب اللي أثيوبيا بتعمله في الوقت الحالي ده هينتج حاجة الإثيوبيا مش حباها. التعنت دايما في الأمور الحساسة اللي زي دي بتبقى يعني عواقب التعنت ده شيء مش هتحبه إثيوبيا أبدا، وافتكروا كلامي ده كويس. وأترك برضو لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. وتعالوا نشوف من مصر ضربة مصرية منذ قليل ضد السفينة الجانحة إيفر جيفن. أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر أمرا بالحجز التحفظي على السفينة إيفر جيفن التي جنحت في قناة السويس وعطلت حركة الملاحة لستة أيام مؤخرا. وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه بموجب هذا الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف بها بما يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، كما ويمنعها القرار من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات. ومن المقرر أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات لإخطار طاقم السفينة بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه. وقدمت هيئة قناة السويس طلبا للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، ويمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يعني هذا حقنا، نحن نحجز على السفينة لحد أما يجيبوا لنا الفلوس، يعني مش نخرج السفينة وبعد كده نبقى نشوف هيجيبوا لنا الفلوس إمتى، إنما نحن نحجز على السفينة ده أمر قانوني وأمر يعني قضائي، وكده هنعرف ناخد حقنا تالت ومتلت. وأترك لحضراتكم التعليق برضو على هذا الخبر لأن الخبر ده برضو يعني مهم جدا. خبر آخر مع بعض، وضربة من الداخلية المصرية ضد متهم بإطلاق منظومة اتصالات لخدمة الإنترنت دون ترخيص. وألقى قوات الأمن المصرية القبض على مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بتهمة إطلاق منظومة اتصالات لخدمة الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون ترخيص. وتم ضبطه وتفتيش مسكنه حيث عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام، 78 راوتر ماركات مختلفة واثنين سويتش ماركات مختلفة وكمبيوتر بمشتملاته ومقوي إشارة خارجيين. وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين
مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريا. المصدر من ار تي وبعض الوسائل الاعلام المصرية. الناس اللي مش فاهمة يعني ايه اطلاق منظومة اتصالات لخدمة الانترنت والاعلان عنها، يعني انا بكل بساطة اخدت من شركة اللي هي بتوزع الانترنت، ونقول مثلا المصرية اتصالات، اخدت من مصرية اتصالات نت وخدت منهم كذا خط بكذا راوتر، وبعد كده انا بقى ببدأ ابيع بعد ما اجمع كذا خط مع بعض بكذا راوتر واشغلهم، ابدأ ابيع النت للناس، وهذا الامر طبعا غير قانوني، يعني زي ما تقولوا كده سرقة. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا نشوف مع بعض خبر اخر وتحذير خطير من الازهر ضد داعش ومخطط ارهابي. حذر مرصد الازهر لمكافحة التطرف مما ينشره تنظيم داعش من رسائل تحريضية لأتباعه من الذئاب المنفردة وحثهم فيها على تنفيذ المزيد من الهجمات خلال شهر رمضان. ووفقا للمرصد، فإن التنظيم الإرهابي دعا ذئابه المنفردة إلى شن هجمات ضد من أسماهم بالصليبيين والمرتدين، وهو ما أكدته صحيفة لاروثون الإسبانية أيضا في أحدث تقاريرها. وأشار مرصد الأزهر إلى أنه أمام تكرار هذه الدعوات التحريضية من جانب داعش، يجدد مرصد الأزهر تحذيره من محاولة التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية استغلال انشغال الدول في مواجهة جائحة كورونا والاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك لتنفيذ هجمات إرهابية في محاولة لتعويض الخسائر السابقة ولاستمالة أتباعهم عبر إيصال رسالة مفادها أن التنظيم باق ولم يتأثر بالضربات الأمنية الأخيرة. ودعا المرصد دول العالم كافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع أي هجمات إرهابية، خاصة مع تحول الذئاب المنفردة خلال الفترة الأخيرة إلى أداة رئيسية يعتمد عليها التنظيم في تنفيذ مخططاته. المصدر معنا كان من مرصد الأزهر وصدى البلد، وأترك لحضراتكم التعليق. طبعا يعني داعش في الوقت الحالي زي ما تقولوا كده، في الفترة السابقة كان الجيش المصري بيشن عليها هجمات وكان بيبيد هذا التنظيم، ولكن ما زال لسه موجود ولكن مش بقوة زمان، ولكن ان شاء الله الجيش المصري قادر على انهاء حياتهم من كبيرهم لصغيرهم، وتحيا مصر ويحيا الجيش المصري. واترك لحضراتكم التعليق. تعالوا نشوف مع بعض وزير الخارجية روسيا يرسل اشارة من مصر الى تركيا. تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر. صدرت تصريحات حادة من وزير الخارجية الروسي لافروف خلال زيارته لمصر بشأن زيارة الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تركيا. كان كلمات لافروف قاسية موجهة بشكل أساسي إلى السلطات الأوكرانية، لكن كان من الصعب إخفاء استياءه من تركيا، وليس فقط فيما يتعلق بالتعاون العسكري التقني مع أوكرانيا، إنما ما يخص موقف تركيا من شبه جزيرة القرم أيضا. عكست لهجة تصريحات لافروف بوضوح جو التفاهم المتبادل حول القضايا السياسية الخارجية في العلاقات بين روسيا ومصر. فقد كسبت انتقادات الوزير الروسي لتركيا معنى إضافي، خاصة كونها صدرت في مصر التي هي في الواقع خصم تركيا الإقليمي. هناك يتعاطون بحساسية فائقة مع طموحات سياسات تركيا الخارجية في إفريقيا والدول العربية. إما بالنسبة لقضية العلاقات الثنائية، فقد أعطيت الأولوية لمشروعين للبنية التحتية بين روسيا ومصر، إنشاء محطة الضبع الطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس. ووفقا لمعلومات كوميرسانت، كان لابد من تعديل خطط بناء كلا المرفقين، ومع ذلك فقد تمكنت روسيا ومصر حتى الآن من حل المشكلات التي نشأت بشكل عام. المصدر معانا كان من أرتي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. يعني وزير الخارجية الروسي لما حب يوجه رسالة نارية لتركيا وجهها من مصر، وده شيء ده عظيم جدا، خلي بالكم، ومش كتير هيفهم معنى أو أهمية عظمة أن يتم توجيه رسالة حادة لتركيا
من داخل مصر. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا لنهاية نشرة الاخبار. كان معكم اسلام من قناتكم مصر ميديا اي بي، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.